السلام عليكم الأصدقاء الكرام، معنا هنا من آية صوفيا. آية هنايا، وهذا مسجد السلطان أحمد. آية صوفيا، هذا مسجد السلطان أحمد. علي اليوم الموضوع ديالنا هو الردود على الرفاق التلاحي ذو العلماني اللي في المغرب، اللي كيقول لك النبي راه ما هضر ما خلل أحاديث، البخاري راه ما كاينش وأشباهه من الكتب راه ما كاينينش. احنا في هذا اللقاء هذا ما غاديينش نتجادلوا معاهم ولا نردوا ولا نقولوا الحديث صحيح لا البخاري صحيح لا السند لا المتن لا الروايه، ما غندخلوش في هادشي كامل، وانما غادي نشوفوا شي حاجه قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها علاقه بالعلم وبالبحث، ونشوفوا العلم الحديث والمعاصر والمجهر اشنو كيقول. هذا هو احسن رد على هاد التلاحده والعلمانيين. العلم اشنو كيقول والنبي صلى الله عليه وسلم اشنو كيقول. اما القران ما غنهضروش عليه، القران فروغ منه، المعجزات اللي فيه فروغ منه، غنشوف الاحاديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم غناخذو كمثال فواحد المعجزه مثلا من المعجزات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قال نهار اللي قال الصحابه يعني اذا مثلا الكلب كلا من واحد الاناء ولا من واحد التبصيل ولا اي حاجه كلا منها، كيفاش غنقدروا نظفوا هذا الاناء اللي كلا منه الكلب؟ فمعنى هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر الصحابه ان اذا الكلب كلا من اي اناء خصك تغسلو 7 المرات الاناء والتبصيل ولا قشعه ولا اي حاجه، اللوليه انك تغسلها بالتراب. فالصحابه هنا يبقوا كيتسالوا كيف زعما اللوليه بالتراب؟ حنا يعني كان النظره ديالنا للتراب ان التراب مسخ، لا وسخ كنخلفوا عليه يعني اي حاجه. كيفاش غننظفوا به؟ كيفاش الارض؟ كيفاش حنا غادي ننظفوا مثلا الاناء المره الاولى بالتراب؟ يعني حتى في كتب تفسير الاحاديث قريت علماء يقول لك كيفاش غنغسلوا، ولكن في الاخر قال لك طاعه للنبي غنغسلوا بالتراب. سالينا مادام قال النبي الذي لا ينطق عن الهوى قال غنغسلوه بالتراب، غنغسلوه بالتراب لانهم عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. يعني ملي كيقول شي حاجه راه فيها حكمه وفيها معجزه، واخا ما كيكونوش مثلا عارفين الحكمه في ذاك الوقت هذا، راه غايجي واحد الوقت وغايجي واحد الزمان وغايجي واحد الاكتشاف العلمي في واحد العصر اللي غادي يثبت وغيبين الحكمه من ذاك من القول الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قالوا هذه 1400 عام. فماذا يقول العلم المعاصر الحديث في هذا الحديث في القصه هذه؟ كما احنا كاملين بينا كنعرفوا ان لويس باستور هو عالم فرنسي هو اللي اكتشف البينيسيلين. ملي كتخرج من التراب ومن الجراثيم واي الماطيشه حامضه خلطوا بالتراب وخلات خمر، غنخرجوا منها البينيسيلين اللي هو كيقضي على الفيروسات والميكروبات والجراثيم. الميكروبات كتخرج من التراب، يلا هذاك هو التراب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا اننا نغسلوا الاناء اللي لعق فيه الكلب 7 المرات الاوليه بالتراب، لانه هو منه البينيسيلين اللي هي منظفه للجراثيم والميكروبات والأوبئة او اي حاجه ماشي مزيانه. اذا هنا السؤال اللي كيتطرح ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم واش كانت عنده المجاهير، واش كان بروفيسور، واش كان كذا، باش عرف ان التراب راه فيه شي حاجه اللي كتنظف الاناء او الاوعيه عموما، وفي هذيك الماده البينيسيلين اللي عاد اكتشفها لويس باستور من بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم 1400 عام من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا السؤال اللي كيتطرح. اذا الاصدقاء ديالنا والرفاق ديالنا التلاحده والعلماني والليبراليين عموما كنوجهوا لهم هذه المساله يشوفوا فيها. هما كيعرفوا لويس باستور، كيعرفوا العلم، كيعرفوا المجاهر والبينيسيلين منين كتستخرج، والاشاره الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم اولاهن 7 المرات اولاهن بالتراب. وهذا الحديث هذا مشهور بزاف وما كاينش شي واحد اللي ما كيعرفوش. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. اذا هذه هي الردود اللي خاصنا نستعملوها مع الرفاق ديالنا العلماني والتلاحده، اللي كيقول لك النبي راه ما خلى لا حديث، راه ما هضر ما تكلم، كان بكم يعني ما يعني عايضور يعني شي بوهالي مسكينه كما هضرش، بينما الاحاديث ما خلاش المعجزات، ما خلاش المعجزات حتى شي حاجه. اذا هذا الحديث هذا اللي شفناه دابا والعلم كياكد ان راه البينيسيلين كتخرج من التراب كيدل على ان هذا راه فعلا نبي مرسل وما ينطق عن الهوى. لان ما معنى النبي؟ النبي راه هو الذي يتنبأ بالانباء بما سيكون مستقبلا. كيقول لنا اشنو كان قبل الصحابه وفي عهد الصحابه وفي عهد ديالنا حنا وفي العهد ديال يوم القيامه، ماشي هو اللي كيعلم وانما الله اللي كيعلمه عن طريق جبريل عليه السلام. فهمتي؟ وما ان اتبعوا الا ما يوحى اليه، وراه كيتبع داك الشيء اللي كيوحي اليه الله سبحانه وتعالى.
فالقصة ما كتوقفش حد هنايا. فهاد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هضرنا على البينيس اللي هضرنا على يعني التراب اننا نحصلوا به الاناء اللي العقم من الكلب للعق منه الكلب واكتشفوا العلم الحديث لويس باستور اكتشف البينيسيلين من التراب لويس باستور البينيسيلين من التراب وهادشي راه هو اللي هضرنا على الجنه والنار والغيب القادم يعني والغيب القادم وذكرنا الاوصاف ديال الجنه والاوصاف ديال النار وبان هذه كامله غيب غنشوفوها انها غادي تكون غدا يوم القيامه عند الله ملي غنموتو نتبعو غنشوفو هادشي كما شفنا البينيسيلين في من التراب كما قال لويس لاجون بالمباشره غادي نشوفو هادشي وهادشي هذا هو اللي كيخلي الانسان يرتقي الايمان ديالو ويرتفع ويقدر يسيطر على الغرائز ديالو ويبتعد على المحرمات يحيد على المحرمات واي حاجه كتغضب الله سبحانه وتعالى كيحاول يحيد منا لانه هو مؤمن بالغيبيات كما امن بالغيبيات اللي هي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه 1400 عام وحنا كنشوفوها حاليا في الاكتشافات العلميه طبعا فاللي قال لنا هنا بالتراب ها هو التراب اكتشفوا البينيسيلين بالمجهر شفنا هادشي دابا بالمجاهر فهذاك النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه اللي جاب لنا داك القران وكيهضر لنا على هاد الاخره اشنو فيها فمثلا القران كيهضرنا على الجنه شنو فيها والاوصاف ديالها مثلا واحد هادشي باقي بعيد طبعا ولكن كيهضرنا عليها كيهضرنا على الاوصاف ديالها فواحد الايه مثلا قصيره مثل الجنه التي وعد المتقون فيها جنات وعيون فيها انهار من ماء غير آسن من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كما هو خالد في النار وسوق ماء حميما فقطع أمعاءه يعني الآية هضرات لمحات وفلاشات على الجنة وعلى النار وعلى يوم القيامة شنو غادي يكون هادشي كامل غايب غادي نشوفوه ملي غنموتو غنتبعتو غنتحاسبو كل شيء كامل غيكون حقيقه كما شفنا البينيسيلين كتخرج من التراب اللي قال اللي هضر عليه بالظبط في الاناء اذا ولغ فيه الكلب غسل سبع المرات او لهن بالتراب العلم هو اكدها فكما العلم اكد هذه كذلك من بعد الموت غادي نتاكدوا من هذا الشيء ديال الجنه والنار والحساب والقيامه هادو اهل اليمين هادو اهل الشمال كل شيء هادشي غنشوفوه بالعلم وجدر هذا غدا يوم القيامه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا هو الموضوع ديال اليوم اللي هو في الرد على هذا القرآنين اللي كيقول لك النبي راه ما هضر ما كاين لا حديث ولا هم يحزنون فالردود ديالنا غتكون بهذه الطريقه هذه بدون جدال بدون صداع بدون كاين وما كاين قال ما قال وانما اشنو قال النبي واشنو قال العلم الحديث ارجو ان تكون الصوره واضحه والى فيديو قادم ان شاء الله يا رب مع السلامه